تعالى بقى كده نكمل مع الاي بي فيرجن 6 وهنشوف بعض التفاصيل المهمة جدا في درسنا النهاردة. هنا بنتكلم مع الاي بي فيرجن 6 ادرس ستراكشر. بيقول لك هنا ان عدد الشبكات اللي انت ممكن تلاقيها في البريفكس، وخد بالك ان البريفكس ده زي نتورك اي دي، بيقول لك لكل هوست 64 بت الوكيتد للانترفيس. خلاص، فخلينا بس يعني ايه، ما تستعجلش وانا هوضح لك الموضوع ده بالتفصيل بعد شوية. اول حاجة بيقول لك هنا الـ unsubspecified اللي غير محدد، كان زمان الجهاز اللي مش واخد اي بي كان تلاقيه بياخد ايه الاربع اصفار زي ما حضرتك شايف كده، لان هنا في الاي بي فيرجن 6 واخد ايه كولون كولون. كويس كده، اللوب باك واخد هنا في اي بي فيرجن 6 127.0.0.1. فدي كانت زمان كده واخده لك رينج كامل على بعضه لو تفتكر، محجوز. فطبعا ده يعني هدر كبير جدا، انما اللوب باك هنا في الاي بي فيرجن 6 واخد كولون كولون واحد، هو بس الاي بي ده بس، مش واخد رينج كامل وعامل فيه اهدار وكده والكلام ده. تمام، طب ايه يا عم موضوع اللوب باك ده؟ لو تفتكر ان احنا اتكلمنا عنه في المحاضرات السابقة، بس خلينا نفكر يعني ان الجهاز اللي بياخد الرقم ده هو بيبقى ايه، بيديك يعني كارت الشبكة بتاعك اللي انت شغال عليه ده، شغال ولا مش شغال لما بتعمل لوب باك ده وبنج عليه. كويس كده، الحاجة التانية لو انت اديته في الدي ان اس، يعني انت بتقوله الدي ان اس نفسك خلاص، او بنج على نفسك. كويس كده، خلينا كده نشوف كده يعني الموضوع ده بشكل عملي. لو انا فتحت كده السي ام دي، كويس كده، لو قلت بينج 127.0.0.1، بص كده، ده معناه ان هو بيبنج ايه على نفسه. كويس كده، طيب لو انا جيت هنا اهو في كارت الشبكه بتاعي، وجيت هنا اهو على الاعدادات بتاعته، وجيت في البروبرتيز بتاعته، وجيت هنا في التي سي بي اي بي فيرجن 6، بص حضرتك هنا لو انا حطيت هنا كولون كولون واحد وقلت له اوكي خلاص كده كلوز، خليني بس عايز اوريك حاجه كده، هتقول اي بي كونفيج مسافة فورورد سلاش اول. حلو كده، تعالى بص هنا اهو كده عايز اوريك حاجة، هنا مكتوب لينك لوكال اي بي فيرجن 6 ادرس. بص الادرس ده، خليك بس ايه فاكر الادرس ده. كويس كده، الحاجة التانية ان انا هروح جاي هنا اهو واكتب كده بينج، خلاص كده كولون كولون واحد، تعالى كده شوف بيريبلاي صح، مع ان هو ريبلاي ان هو كده ايه بيبنج على نفسه كده، الدنيا تمام كده إيه، اكنك عملت اللي هي ايه من شويه على هيئه الاي بي فيرجن فوق اي بي اي بي فيرجن 4 اللي هو بينج 127 هي دي على اي بي فيرجن 6. كويس كده، فده اللوب باك. خلينا نكمل بقى ونشوف بقيه السلايدز بتاعتنا. بص حضرتك بيقول لك الاوتو كونفيجر ده الابيبه صح، كان 169.254 اي حاجه صح، يعني دول بياخدوا لغايه 255 لو تفتكر، فده برضو كان رينج كامل، انما هنا اهو الاوتو كونفيجرد بياخد ايه الشكل اللي انت شايفه ده. البرودكاست هنا اهو بياخد 255.255.255.255 صح كده، احنا قلنا البرودكاست يعني من شويه ما جينا اتكلمنا
في التفرقة ما بين البرودكاست والمالتي كاست والاني كاست والكلام ده، قلت لك ان البرودكاست نزل تحت ايه المالتي كاست، فهنا قال لك يوزز ايه يوزز مالتي كاست انستد، يعني هو نزل تحتيه خلاص بقى موجود في نفس الاستخدام. هنا بيقول لك المالتي كاست كان في الاي بي فيرجن 4 224 وهذا الرينج، في اي بي فيرجن 6 بهذا الشكل. كويس كده، دي بعض الفروقات اللي البسيطه اللي الوهله الاولى اللي انت بتشوفها. خلاص كده، اول حاجه هنا بيتكلم معاك عن الجلوبال يونيكاست ادريسز. فاحنا لو جينا اتكلمنا عن الجلوبال يونيكاست ادريسز، اللي انا عايز اقوله لك ان هو نوع من انواع الاي بي فيرجن 6. خلاص كده، واحنا اصلا عندنا هنا في الاي بي فيرجن 6 عندنا 3 انواع، عندنا الجلوبال خلاص، وعندنا اليونيك، وعندنا اللينك لوكال. كويس كده، طيب عايزين بقى ايه نشوف الفرق ما بين الجلوبال وما بين اليونيك وما بين اللينك. اول حاجه بيقول لك هنا في الجلوبال ان هو راوتابل اون اون ذا اي بي فيرجن 6 انترنت. طب يعني ايه معناها الكلام ده؟ يعني ده شبه البابليك اي بي، مش فاكر الفرق ما بين البرايفت اي بي وما بين البابليك اي بي، صح كده؟ بس احنا ايام الاي بي فيرجن 4 كنا بنوزع توزيع البابليك اي بي، ده كان التوزيع حاصل بعشوائيه وبدون ترتيب ومن غير تنظيم. خلاص كده، لكن ده مرتب وموزع والايانا بتشرف عليه وتوزيعه معمول بشكل صارم جدا خلاص، عشان ما يبقاش فيه اهدار للاي بي نفسه، ومتوزع بشكل هرمي. طب ايه موضوع شكل الهرمي؟ يعني هايرايكل. طيب ايه الهايرايكل دي؟ انا هقول لك بعد شويه، بس ايه اصبر عليا وما تستعجلش. خلاص كده، طيب ايه الحاجه الثانيه؟ بيقول لك الوكيت 16 بيتس فور انترنال سبنيتنج. خلاص كده، يعني هو يعني بي 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 بيحجز 16 بت للانترنال سبنت. كويس كده، طيب ايه الحاجه الثالثه؟ بيقول لك ان هو بيبيجن او بيبتدي ويز 2 اور 3. يعني انت لو جيت دلوقتي جبت اي موقع وبنكت عليه هتلاقيه بادئ برنج الاثنين او الثلاثة. هو المفروض اعتقد ان كله شغال بالاثنين، لسه ما وصلوش للثلاثة، بس خلينا نشوف كده القصة دي هتبقى ماشية ازاي كده. خلينا نفتح كده السي ام دي بتاعتنا.